السلام عليكم البنات، البنات الزوينات الغاليين عليا، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى لكم الخير ان شاء الله، دائما كنتمنى لكم الخير. اليوم الحد، غادي تمشوا معايا لواحد المارشي في كاين فمو. غادي نشوف البنات حيت كاين البرد والشا، الا كانوا حاطين غادي نسجل لكم، ما كانوش حاطين غادي ندوز لواحد المكازا ديال العرب تماك في كاين فمو، فيها كاع كلشي اللي بغيتوها ديال العرب، ديال الماكله ديال العرب ديالنا حلال، ونسجل معكم. وهانتوما معايا ان شاء الله، نتبع معكم اللي طالبين البنات زوينات. هانتوما انا وصلت للمارشي، مي راه مسادين على الحوايج وكلشي. عندنا داكشي تعرفوا اللي كاين هنايا، شوفوا انجستري ميرسي، سمحوا لي. هانتوما هنا كلشي، كلشي كاين ما شاء الله هنايا. شوفوا هاد السمنه البنات اللي قلت لكم، هو هذا هو زويون هنايا، كلشي كاين. هانتوما فواكه، والله البنات شحال هذا كنمشيو للمغرب نبقاو نشريو في العطريه، نشريو في الفواكه الجافه، نشريو في كلشي. ما شاء الله كلشي كاين هنايا، شوفوا كلشي كاين. هانتوما ها زيت العود ديال المغرب، حره. هانتوما ها الشريحه، ها التمر. هانتوما هاكا هديالكم البنات، اتاي ناضمو داير في لي بواط وسد كلشي. هانتوما البرقوق البنات، ها الزيتون، الزيتون الزيتون. هانتوما البنات انا كنوري لكم غير بشويه، شكون اللي كيحمق على هاد الزيتون هذا؟ كنموت على هاد الزيتون هذا، خلط. هانتوما البنات سمحوا لي، راه كاين شويه الضجه، ولكن في المارشي راكم عارفين. هانتوما البنات، هانتوما البنات حامض ما شاء الله، يعني خوبو حامض. هانتوما هالحرار، هانتوما البنات هالحرار، هانتوما هالنعناع، القزبر معدنوس سمحوا لي، النعناع ما شاء الله. شوفوا شوفوا كنهدي لكم هاد النعناع هذا زويبون ما شاء الله. في هذا المارشي كلشي كاين ما شاء الله. هنا البيض، هانتوما ما شاء الله واحد الخضار عنده هنايا لي فخوي ما شاء الله. شوفوا شوفوا الليمون ديال المغرب، هانتوما ما شاء الله العناب. خير عندكم، انا ماشي كنوري لكم هادشي، كنوري لكم غير الرز، زعما كان الخير موجود الحمد لله. هانتوما الدلاح، هانتوما يا سمحوا لي راه كاين شويه صداع فهنايا في المارشي. باش يا معلم، هانتوما الطوماط سوغيز، سمحوا لي. هانتوما البنات ما شاء الله كلشي كاين هنايا في المارشي، والمارشي سي ميو كو لي ماغازان. اه وي مدام، سي ميو كو لي ماغازان، سي موان شير. البنات الغزالات، هانتوما يا واحد السيد هنايا تبيع المسمن البطبوط. هانتوما ها المسمن ما شاء الله، هادو مخيمره ثاني معمرين حرشه. هانتوما هادو لي بلاك مقيين ما شاء الله. شحال اخويا كتبيع هاد البطبوط؟ والمسمن يلا. هانتوما البنات هاو كاين فمو في الدخله ديال مو، راه كيبيع المسمن زويون، بطبوط مخامر الحرشه، وعندو لي بلاك مقيين زوينين. هاو تبارك الله عليك اخويا، شكرا. البنات انا كما قلت لكم مشيت للمارشي وجيت، وبغيت نشارك معكم التقضيه ديالي البسيطه اللي جبت. انا نقدم معكم. هنا شريت الخاز، شريت ثلاثه جو كخوا 5 اورو ثلاثة. نقدم معاكم شنو جبت. جبت هنا القرعة، ها هي. جبت هنا الخوخ، ها هو. هنا مطيشة ما شاء الله زويونة كتعجبني هذه ديال الكخاب، ها هي. وجبت هنا الخيار، ها هما ثلاثة هنايا، عرفتي المحبين ديال الشلاضة. هنا المشماش، هنا لي بانان. نوري لكم اشارك معكم شنو تقديت هنايا، شويه تفاح، بعويد،
تفاح احمر تفاح الاخر بشويه من الحاجه، كل واحد ياخذ على قد الصداده ديالو. انا عيب باش نقول لكم اشنو جد شفتها نسدلع البنات، عجبتني قبيله في المارشي ودقت منها زوينه حلوه غزاله. هنايا البنات ها انتم هذا القزبر ومعدنوس، ها ما جات 4 من هنايا، عرفتي مع رمضان سالا لي كلشي. هذه كلشي انا غسلو النعناع البنات، شحال زوين شوفوا ما شاء الله، 4 ب 1 اورو. هنا نوري لكم شويه، جبت هنا الدنجال ها انتم البنات بلاتي نشوف بقى معايا. جبت هنا واحد البطيخه هيا بلاتي فين الزيتون ديالي، شنو هاد الزيتون. وجبت هنا البنات تحميره كانت خاصاني الخميره، انا كنجيب المعجونه غير ما لقيتهاش قبيله. وشريت واحد جوج بطاطات حلوين ما كياكلهمش ولادي، كنبغيهم غير انايا، كنبغي نديرهم في الكسكسو هكا ولا في الطاجين عين من الفوق، داكشي اللي جبت عي جوجات. بلاتي البنات انا معاكم البنات الزيتون، شوفوا البنات هذا المحبين ديال الزيتون، راه خلطت كلشي انا جبت هكا خلطت كلشي، والحامض مصير راكم عارفين كلشي كيتيليزي الحامض، انا بعدا كجوتيليز بوكو الحامض مصير في لاكويزين سيرتو مع الدجاج الحوت كلشي كلشي، دابا الحامض كلشي كديريه فيه. من طبيعة الحال البنات هاد الخضره اللي جبت كلشي غنغسلو كلشي كنعقمو كلشي ابخي نديرو في الثلاجه. وجبت جوج بلاطوات ديال البيض ها انتما البنات، انا بغيت نشارك معكم شنو تقديت ها انتما البنات بلاتي. ودست عند البزاف جبت ثلاثه دجاجات ها همايا، انا نشارك معكم اشنو جبت. بسم الله هذا جبت المعكاز، جبت واحد كيلونز ديال المعكاز ها هو هنايا. والبنات داك الدجاج يمكن بغيت نحمرو، جبت لهم هنا القنيزات والكبده وداكشي القناصي والكبده راك عرفتي كيتمشاو مع الدجاج ها هويا. يعني نشارك معكم البنات جبت هنايا ما شاء الله اللحم شحال زوين عنده، جبت واحد 3 كيلو ديال اللحم هانتوما البنات. من بعد راه كنغسل هادشي وكنقطعو طروفات، راه ماشي غادي نطيبو كلو كل واحد كيتمشى على قدو. وسمحوا لي البنات راه ماشي باش نبين لكم هادشي باش نقول لكم اشنو جد، انا بغيت نشارك معكم الخرجه ديال المارشي ديالي اليوم فوالا. وجبت الكفته البنات ها هي، جبت واحد 3 كيلو ديال الكفته حتى هي من طبع غادي نصايبها دي بول هكا ونقطعها ونديرها في نقطعها ونقادها في الثلاجه. والمهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، انا وريتكم عيد قضيتي ديال اليوم ديال المارشي البسيطه، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ولا عجبكم الفيديو ديال المارشي ديروا لي لايك وما تنسونيش، ولا عجبكم هاد الخريجه ديال المارشي هكايا لا بروشين فوا خليوها لي في الكومونتير كومسا نمشي للمارشي هكا مره ونصور معكم. ميرسي.